أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول. قبل كل شيء نتقدم بالتهاني والتبريكات لإخوتنا المسيحيين شركاء الحقيقيين في هذا الوطن العزيز الغالي بعيد الميلاد، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الميلاد المجيد. متمنين لهم طبعا ألا تعاد المآسي التي مرت عليهم كفاجعة الحمدانية واللي ما زالت تمثل غصة في قلوب الجميع. كل عام وأنتم بألف خير، ويا ربي الأعوام القادمة تكون تحمل معها السلام والخير لكل أبناء الشعب العراقي ومن ضمنها المسيحيين. مرة أخرى كل عام وأنتم بألف خير. أما في ملف الليلة، نتائج الانتخابات حاسمة لولا إذا ما حسبنا كل حزب على حدة، يعني كل كتلة وكل حزب، وشنو ممكن أن تنتج من حكومات محلية شكلا ولونا وتوجها، وكيف حتقنع الأغلبية المقاطعة إذا هم فعليا 60% إذا ما استندنا على إعلان المفوضية بمشاركة 41% أو أكثر طبعا من ذلك بكثير، مثل ما يحلل هواية ناس، يعني هواية مراقبين، هواية محللين، هواية متابعين يقولوا لا 41 النسبة أقل والمقاطعين أكثر. فالإطار وحدة بجبهة أو بجبهته، بجبهة وحدة سيذهب للسيطرة، يريد أن يستحوذ على 7 محافظات تقريبا من أصل 9، 3 منها صدرية بحتة، منها تيقار والنجف وميسان. لكن بين نبني ودورة القانون ستدار هذه المحافظات، هذه بحسب التوقعات. إلا إذا ذهبت جميع، إحنا نتحدث على المحافظات الثلاثة تقريبا، إلا إذا ذهب الجميع إلى مرشحي تسوية. ليش؟ حتى لا يثيرون غضب التيار الصدري المقاطع في هذه المحافظات وحتى الحركات المدنية والتشرينية، وهذا أمر صعب على الفائزين حتى لا تتعقد الأمور، يعني مثل ما قلنا مع المقاطعين، خاصة وأن صدر بزيارته إلى كربلاء أو الزيارة الأخيرة إلى هناك وكأنه أوصل رسالة تقول وحتى جمهوره يا جماعة ترى إحنا موجودين وهذا جمهورنا وممكن الكثير عندنا. المهم مو فقط هذا، لأن بغداد أيضا بوحدها، يعني مو فقط المحافظات الوسطى والجنوبية، لا بغداد بوحدها لها حكاية خاصة بعد فوز تقدم فيها، واللي يفتح الباب للكثير من التكهنات والمفاجآت المتوقعة وغير المتوقعة، واللي يربط بها ملفات، البعض يربط بها ملفات أخرى سياسية، واللي ممكن يعني حزب الحلبوسي يخطط للتفاوض مع كل الجهات بحسب المصادر. عاد القادم بالمجمل، هسه نتحدث مو فقط بغداد، من بغداد واحنا واصلين للبصرة ان شاء الله بخير وسلامة، بالمجمل شلون حتكون وكيف حينتهي؟ سؤال فعليا الايام حتكون او حتكون كفيلة للإجابة عنه، لان حتى اللحظة صعب نتوقعها.